كيف يعني خلينا ندخل معاك في الموضوع على طول، وهو الأهم ودايما الجدل اللي بيكون حوالين أي مدير فني سواء أجنبي أو مصري، فكرة الاختيارات وهل الاختيارات دي بتخدم كل مدير فني ولا لا. كابتن حسام حسن يعني تولى وقبل المهمة قبل الدورة الرباعية بوقت قليل جدا، اختار مجموعة من اللاعبين كان في البعض عليه اتفاق والبعض يعني كان محل مش نقد ولكن يعني فرصة ان هم يشوفوا لعيبة جديدة، وخصوصا لاعبين كتيرة جدا الكابتن حسام دايما بيفاجئنا. الارقام بتقول ان في 8 لاعبين كانوا متواجدين في الدورة الرباعية وخارج القائمة الحالية، منهم 4 لاعبين بيغيبوا للإصابة، وهم كل من ابو جبل واحمد حجازي ومحمد شكري واخيرا عمر مرموش، و4 لاعبين استبعاد فني، محمد مجدي قفشه، مصطفى شلبي، وحسين الشحات. يعني مجموعه طبعا من اللاعبين اللي عليهم الغاز شويه، بتشوف الاسم الابرز بالنسبه لك في الغيابات الفنيه ايه؟ خلينا نقول مبدئيا ان اي مدير فني هيجي يختار لعيبه للمنتخب لازم هيبقى فيه زي علامات استفهام وتساؤلات، لان في النهايه المنتخب مهما كان يا غانم هي قائمه محدوده. واللاعبين الجيدين بيبقى موجودين في أكتر من مكان، عندك المحترفين، عندك لاعبي الأهلي، عندك لاعبي الزمالك، عندك لاعبي بيراميدز، عندك لاعبين كمان بتبقى بارزين في الدوري. فكده كده المركز الواحد ممكن جدا يبقى فيه أكتر من اسم جيد. المدير الفني هو بيحط القايمة بيدور دايما على اللاعب الأساسي بنسبة 100%، وبعد كده هو بيدور على بدايله، بيبص على ايه اللاعب اللي احيانا بيدور على اللاعب اللي يخدمه ويلعب في مركزين. يعني في احيانا احنا بيبقى عندنا تساؤلات وعلامات استفهام على لاعب معين، بس انت لو تبص لها بصه تانية هتلاقي ان المدير الفني ممكن يكون اوريدي مختار رقم 1 في المكان ده ومستريح له. اللاعب بقى رقم 2 اللي انت احيانا بيبقى عندك التساؤل هو ليه مش موجود، هتلاقي ان في افضليه للمدير الفني اللاعب اللي بيلعب في مركزين. يعني ندي مثال، لو بصينا مثلا الباك اليمين الاساسي لكابتن حسام حسن هو محمد هاني، فيبقى في عندك علامه استفهام، طب ليه ما خدش عمر كمال مثلا وفضل اكرم توفيق، ليه ما خدش عمر جابر وفضل اكرم توفيق؟ الاجابه دي ممكن تكون ان اكرم بيلعب في مركزين لان هو عنده اوريدي الباك اليمين الاساسي بتاعه محمد هاني، فالباك رقم 2 عنده بيبقى عايز لاعب ينفعه كظهير ايمن وينفعه في مركز تاني كخط وسط. ندي مثال تاني، الوينجر اليمين مثلا سي هو عنده يعني احتمال كبير يكون صلاح او ممكن يستخدم صلاح تحت مصطفى محمد، يعني ممكن يقرب صلاح من الجول. ففي الحاله اللي زي دي لو افتكرنا ان صلاح هو الانسايد اليمين بتاعه، فليه الافضليه بتاعت مثلا لعيب زي زيزو؟ لان هو ممكن يستخدم زيزو ناحية اليمين، ممكن يستخدمه 8 يمين، فده اللي تخلي ان هو ده عنده افضلية على لاعب تاني. هي بتيجي من كده، يعني بتيجي مثلا هو مستقر على تريزيجيه اما بيدور له على بديل، ممكن هنا لعيب زي حسين الشحات بيلعب في مركز واحد تخليه يبعد شوية لصالح لاعب تاني. هي بتبقى عمليات ان المدير الفني وهو بيدور على قائمة محدودة غير قائمة كبيرة، يعني احيانا انت ما بتختار قائمة بقى بتلعب ماتشين او حاجة زي كده بتبقى القائمة عددها اقل شوية، فبتبقى في افضلية شوية للناس اللي بتلعب في اكتر من مركز، خاصة لو هو مش اللاعب الاساسي رقم 1 عنده. طيب بالنسبة للاربع اسماء